السلام عليكم. حاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا صفحه 86 صفحه 52 من الكتاب المفيد ثالثة اعداد. قالوا لنا قارن الاعدادين او بي في كل حاله. الحاله الاولى عندنا ا كيساوي ناقص جذر مربع 2 و بي كيساوي صفر فاصله 2. غنكتب الحاله الاولى هنايا ا كيساوي ناقص جذر مربع 2 و بي كيساوي صفر فاصله 2. دونك اش غنقول؟ بما ان كي عندي ا كي داير ناقص جذر مربع 2 صغر من صفر وصفر فاصلة 2 كبر من صفر، ما ان واحد موجب واحد سالب فالموجب دائما كبر من السالب، فان ناقص جذر مربع 2 صغر من صفر فاصلة 2. اذا ا صغر من ب، هذه الحالة ألف. الحالة ب قالوا لنا أ كيساوي ناقص 151 على 9 و ب كيساوي ناقص 131 على 9. طيب اش كنلاحظوا؟ هادو عندهم نفس الإشارة ياك، إذا خصني نقارنو، عندهم نفس الإشارة ونفس المقام، إذا غنقارنو البسطي. دونك بما أن 131 مالها صغر من 151، فإن ناقص 131 غتولي كبر من ناقص 151. إذا عندي ناقص 131 على 9 كبر من ناقص 151 على 9، ومنه شنو هي ناقص 131 على 9؟ هي ب، ومنه ب كبر من أ. صافي. جيم عندنا ا كتساوي ناقص جذر مربع 2 على جذر مربع 3 و ب تساوي ناقص جذر مربع 3 على جذر مربع 2. اذا لدينا وضعنا بسطو ا أ تساوي ناقص جذر مربع 2 على جذر مربع 3، هي ناقص غنجمعهم في جذر مربع 1 اللي هو 2 على 3. صافي. و ب كيساوي ناقص جذر مربع 3 على جذر مربع 2 اللي هي الناقص ديال جذر مربع 3 على 2. صافي. بما ان حنا اش كنعرفو دابا غنقارن هذا وهذا بعدا، بما ان 2 على 3 صغر من 3 على 2، فان جذر مربع ديال 2 على 3 صغر من جذر مربع ديال 3 على 2. يعني ولا اذا، ولكن هادو فيهم الناقص، ملي غنضرب في الناقص غتولي عندي جذر مربع 2 على 3 راه اكبر من جذر مربع 3 على 2. ومنه وشنو هي هادي؟ هاد جذر مربع 2 على 3 هي ا، وهذه هي ب. صافي. دال عندي ا تساوي جذر مربع 2 على 5 و ب كتساوي جذر مربع 3 على 5. كاين عاوتاني ممكن ندير واحد الطريقه واحده اخرى،
هنقول لكم عاوتاني واحد الطريقة. شي مرات كنمشيو نقارنو هكا، شي مرات كنمشيو نحسبو الفرق ديالهم، صافي ممكن نحسب حتى الفرق ديالهم. هنا غندير عاوتاني هادي ديال الفرق، بي ناقص أ، بي ناقص أ شحال هي؟ هي جذر مربع ثلاثة على خمسة ناقص جذر مربع جوج على خمسة تساوي هي جذر مربع ثلاثة ناقص جذر مربع جوج على خمسة. هنا مثلا بغيت نعرف الإشارة ديال هذا، إذا بما أن ممكن نمشي مثلا نضرب هنا في المرافق، صافي نضرب في المرافق ديال هذا، أو لا غنقول بما أن جذر مربع ثلاثة مالها كبر من جذر مربع جوج، فإن جذر مربع ثلاثة ناقص جذر مربع جوج كبر من زيرو، إذا هاد الشيء هذا موجب، إذا جذر مربع ثلاثة ناقص جذر مربع جوج على خمسة كبر من زيرو، أي أن وشنو هي هذه؟ هي ب ناقص أكبر من زيرو ومنه ب أكبر من أ. شوف يا يعني إما كنخدمو هكا مثلا حتى هذه ممكن نخدموها هنايا، نديرو مثلا هنا ب ناقص أ صافي، أو لا كنخدمو بهذه الطريقة حتى هنا. ونهاية حل التمرين.